كتقول لي قوت كنت مهلية فيها ودرتها كتر من اختي. من بعد ما دوزت معها 6 شهور بابا قال لي هاد البنت ما تبقاش جالسه معنا، وطبيعة الحال خرجت في حالي. مشيت ولقيت راسي في الزنقة، ما عنديش فين نمشي. غادي نطلب منها حاجة وحدة، انه حوايجي يبقاو عندها وما بقاش متقلة بهم، على ما نلقى فين بات ونجي ندي دوك الحوايج ديالي. خرجت للزنقة ما لقيت فين بات ولا والو. غادي نمشي نجلس في واحد القهوة، بقيت جالسة وغادي نتلقى بشي ناس اللي كنت كنعرفهم من بعيد. ياقوت لاباس بخير اجي جلسي حدانا. مشيت جلست حداهم. مالكي ما مالكي، راني ما عنديش فين نبات وطرى لي هذا المشكل مع دارنا. داوني معاهم لماكدونالد، واحد فيهم كان تيعرف واحد البنت اللي هي بنت الليل، وانا نذاك ما كانتش عندي فكره على الحياه ديال الليل. يلا خارجه من دارنا ما عارفه والو، وهنا فين غادي تبدا مرحله واحده اخرى من حياتي. هاد الدري غادي يقول ديك البنت ديال الليل واش عافاك ديري واحد الخير. شنو هو خويا؟ هاد البنت ما عندها فين تمشي وما كتعرف حتى شي حد، واش جلسيها معاك؟ اه واخا مرحبا بها. داتني معاها، عاودت لها القصه ديالي ورحبات بيا وقالت لي بلي انا كي غادي تكوني بحال اختي الصغيره. هي انا ذاك كيف تيقولوا جاتها هوتا، بنت باقا مازال صغيره وزوينه وعندي 20 سنه ما عندها حتى شي حد في حياتها اللي يسول فيها ولا يتحكم فيها. داكشي واش غادي تقبلني؟ الايام الاولى كانت كتعاملني مزيان وما كانش كتخلي شي حد انه يتقرب مني. اذا كنا مثلا كنخرجوا مجموعين، هذيك الوقيته غادي نبدا كنخرج للكباريهات شرف الله قدركم، وما كنتش عارفاهم حتى كنت تنخرج معاها. كنشوف تما حياه اللي عمرني ما كانت عندي عليها فكره. جاني داكشي في شي شكل. باش نكون معكم واضحه، من قبل لما كنت كنسهر كنت نكون في اماكن اللي هي راقيه، ولكن لما مشيت معاها لهاد البلايص الجو كنت مولفه عارفه، ولكن الناس اللي فيه جوني غراب. هي خارجه كتدبر على راسها بهذا المعنى، وانا جالسه حداها تنشوف في داكشي. وكنت نمشي معاها للدار اذا كان شي حد بغاها، وانا ما كنت يقرب مني حتى شي حد حيت هي اللي كانت معنيه بهذا الامر. كنبقى جالسه ولا كندخل شي بيت ننعس نرتاح فيه حتى تتسالي هي. من بعد ولات كتقول لي خاصك تدبري على راسك، خاصك تعاونيني في الكرا. ما عجبنيش الحال وقلت لها لا راني بغيت نخدم، خدمت في السونتر دابيل ولكن ما كنتش نشد فيه بزاف، وهي ما كانش عجبها الحال، باغا الفلوس كثيره. تناقشنا وتغاوتنا ودخلت عليا واحد المجهول للدار باش ندير بحال داكشي اللي هي كدير، ورفضت دابزنا وخرجت من عندها. غادي نبات ديك الليله في الزنقه، والليله الثانيه غادي نمشي عند واحد جارتنا. قلت لها عافاك خالتي راه فيها الجوع وراها شنو وقع. بقات كتشوف فيا وقالت لي شنو وصلك لهذا الشيء يا ياقوت. المهم هضرنا شي شويه، وفاش كنت غادا غادي تعطيني واحد 400 درهم، درتها في جيبي وخرجت. مشيت عند ديك السيده اللي كان عندها الكباري اللي كانت عرفتني عليها ديك البنت الاولى اللي كنت جالسه معها وخرجتني. قلت لها راني تناقشت مع فلانه وراني تنقلب على خدمه، واش تقدري تخدميني عندك؟ مالك معاها؟ عاودت لها باختصار شنو واقع بدون تفاصيل، وقلت لها راه فيا الجوع وراني ما نعساش وما عنديش فين نمشي. قلت لها هانتي بالليل غادي نخدم هنا وبالنهار انا غادي نعس، واخا ماشي مشكل. داكشي اللي كان خدمت معاها في الميناج، كان جمال عفن ديال عباد الله حاشاكم. دازت عليا ديك المده صعيبه، كبرت في الفشوش حتى كنلقى راسي انني كنجمع وسخ عباد الله، كانت شي حاجه اللي هي غير مستحمله. هاد السيده كانت عايشه مع واحد بنتها، شافتني داخله سوق راسي. من بعد 15 يوم قالت لي واش تكوني بنتي؟ كيفاش نكون بنتك؟ اجي تسكني معانا، مرحبا بك. منين سمعت هكا بديت كنبكي وفرحت، واخا نجي نسكن معاك ونكون بنتك. ليامات الاولى كيف تعلمت انه اللي في شي طريق ديال الفساد ديما تيفرش لك واحد طابي ديال الحرير. جي سكني معايا، مرحبا بك، ما يخصك حتى شي خير. فعلا ليامات الاولى كنمشي لها المحل مزيان، عندها بنتها اللي كان عندها الخليل ديالها وكانت مسكناه معاها، وكان بالعين ديال امها، كان شي حاجه عندهم عاديه. كانت كتقول للناس راه خطيبها وهو عمرو ما جا حتى خطبها. المهم بقيت معاها، تهلات فيا وشرات لي الحوايج. كنا كنساليو الخدمه بالليل وتمشيو للدار. كان كلشي في المحل تيحترمني على اساس انني انا بنتها. شويه غادي تجي واحد الفتره فاش المحل ديالها غادي يهبط هبطه وحده، وتلقاتو ومشينا جلسنا انا وياها وما بقيناش كنلقاو باش ناكلو ولا حتى نشربو. وهنا فين غادي نبدا كنبان ليها انا في البلان. بدات كتقول لي خاصنا نخرجوا ندبروا على راسنا. شوفي اذا كنتي غادي تبقاي تقولي لي خرجي مع هذا وفسدي مع هذا، غير سي هذا الموضوع الله يعطيك الستر، نفضل انني نرجع للزنقه وما ديريش ليا بحال هكا. ايوا حنا كيفاش غادي نديرو؟ غادي نخدمو بحال كاع الناس؟ لا الخدمه ما غاديش تدخل لك مزيان. عمرات لي راسي شنو غادي ندير. انا داك كنت نتفرج فواحد البرنامج ديال الصدمه، بانت لي فيه شي لقطه وليت كنصب على الناس الله يسمح ليا. فضلت هكا على انني نبيع لحمي.
كنت كنلبس مزيان، كندير الماكياج والمجوهرات، كنبان شي وحده بنت عائله، وكنخرج للزنقه كنقول للناس بلي انه تلقى لي شفار ودا ليا كلشي وما عنديش باش نرجع. والله العظيم مساكني الا كانوا الناس كيعطوني فيه على الفلوس 100 درهم 200 درهم ما كيجي يوصل لي حتى كنجمع واحد المبلغ اللي هو مهم ما بين 800 درهم حتى 1000 درهم الليله، وكنت نمشي كنحطها ليها كامله غير باش ما تقولش لي خاصني. المهم بقيت مع هاد السيده بحال هكا لمده عام وانا تندير نفس القضيه، حتى لواحد النهار جات عندي وقالت لي راني لقيت لك واحد الخليجي غادي يتزوج بك وغادي ياخذ لك الدار ويدير لك مشروع، دوزي معاه شهر ومن بعد يطلقك. فاش ما بان ليها لا حلال لا حرام فيا ولا تشوف فيا الحرام بطريقه واحده اخرى، لا راني ما بغيتش هادشي اللي كتقولي ليا، ما داخلش ليا لراسي. لا ما تخافي والو، دبري على راسك وكاع البنات راه تيديروا بحال هكا، وهذه راه همزه. طبيعه الحال رفضت ومشات. شويه رجعت لعندي، غادي نديروا انا وياك واحد اللعيبه. شنو هي؟ واحد السيد راه تيبيع الحوايج خاصنو شي بياسات من المحلات وهو كيعاود فيهم البيع، انا غادي نشروهم ليه وبطبيعه الحال غادي يعطيني واحد النسبه ديالي، ولكن باش نشريو هاد الحوايج خاصنا ضروري اننا ناخذ واحد الشيك. كيفاش الشيك؟ لا ما تخافيش، الشيك تيفوت 3 سنين كيتما تقادم. لا انا ما غاديش ندير هذا الشيء، لا ما تخافيش انا معاك وهادي وهادي. المهم اختاريت ندير هاد القضيه وغادي تفوت عليها 3 سنين وما غاديش نبقى متبوعه على هاد الشيك. هاد الشيء اللي قالت لي مشيت درت هاد القضيه، خديت 7 ديال المليون وشرينا الحوايج اللي خاصين من الموديلات اللي كان هو باغي، ودوزنا واحد الشهر شويه كنا منفسين ومشينا سافرنا. غير هو سالا داك الشهر تسالاو لينا الفلوس وجرات علينا مورات الدار وخرجنا كنقلبوا في بلاصه واحده اخرى، وانا اللي كان خاصني ندبر على الفلوس ورجعت كنصب على الناس. 1500 درهم جمعتها في ليله، هي كانت بقات كتسنى فيا في واحد القهوه حتى رجعت وعطيت هذوك الفلوس. مشينا تلاقينا بواحد السيده اللي ساكنه بوحدها وكتكمي وكتشرب حتى هي، وبعلاقه مع واحد السيد لمده 23 سنه، هو مزوج وعنده وليداتو ولاني تيبغيو بعضياتهم وتيصرف عليها كانهم مزوج بها. في الاخير هاد السيده هي اللي غادي تفكني من الاخرى، ملي شافتني كنعاني ودايراني الاخرى بحال شي خدامه عندها قالت لي شوفي ما تبقايش معاها. انا داك ما كانش عندي فين نمشي، هي تقول لي غادي نديك عند جداتي تجلسي معاها، والخليل ديال هاد السيده من بعد ما بغانيش انني نجلس معاهم. فمشيت عند عاوتاني اللي قبل منها اللي قالت لي نديرك بحال بنتي، واللي غادي تجي عندها واحد النهار صاحبتها وسولتني ما كايا قوت فين سرحانه، عاودت لها شنو كاين وقالت لي بلي اجي نديك عند واحد السيده راه محتاجه مربيه، حيتاش مشات ليها فعلا. المهم بقى شي كيديني عند شي، مشيت جلست معاها وطلات فيا مزيان وكنت مقابله ليها بنتها. واحد النهار جابت لي التليفون ديالها وقالت لي هاكي هضري هضري، شكون هادشي وغير هاكي هضري مع واحد العروبي. زربات عليا الو السلام بخير امتى نشوفك امتى؟ انا قلت لها شكون هذا؟ راه غير واحد العروبي اجي نستغلوه. كيفاش نستغلوه؟ راه عنده الفلوس غير دوي معاه. كانت كتقول ليه صيفط ليها الروشارج باش تبقى دوي معاك. اويلي واش هادشي كامل على ود الروشارج؟ خليه يبدا يصيفط لك مالك انتيا. واحد النهار عاوتاني جات لعندي وجابت ليا واحد الميني جوب ديال الثوب وواحد التريكو وقالت لي هاكي لبسي راه الحاج عرض علينا الفيرما وبغى يشوفك. يا ربي هاد المشيه تعكس لينا. فاذا بها تعكست فعلا وكعات وطلع ليها الدم. مره اخرى عاوتاني جات لي نفس اللبسه راه غادي يمشيو عند الحاج، يمكن طفى عليها التليفون ولا ما عرفتش شنو وقع فما بقاش كيجاوبها وهي تكع عاوتاني. من بعد ملي شفت هادشي قلت غادي نهرب، غادي نعلم واحد البنت اللي تعرفت عليها غير في ديك المده وقالت لي بلي انا وهذيك راه بنت الحرام بغات تستغلك، وهانتي شوفي اذا بغيتي تجي عندي مرحبا بك. لا غدي ديك مع من كنت جالسه هذيك هاد المره وبنتها قالت لي شنو نديروا الغدا؟ قلت لها نديروا البصاره. قالت لي راه البصاره ما كايناش. وعرفتي شنو؟ خلينا نديروها حيت بنتك قالت لي بغاتها. غير هي دخلت عند بنتها، انا دخلت للبيت زيت حوايجي ومشيت هربت من الدار. كتعيط كتعيط ما كنجاوبهاش. مشيت عند ديك الاخرى اللي جابتني عندها وقالت لي بلي انا بغيت نقلب لك حوايجكم الاول كاملين. فعلا قلبت لي حوايجي وما لقات عندي والو، زعما لا نكون سرقتها. بعد ما دازت يومين كنت كنتمشى حتى كتبان لي ديك اللي هربت من عندها داخله عند صاحبتي، حيت شفيت ليا كنت موريه ليها دارها وكنت قلت ليها بلي انا وشي نهار نجيو نشوفوها، فبقات عاقله عليها. سبقتها ليها بلا ما تشوفني حيت هي كانت عاطيني بالظهر وكانت كتسول شي ناس على الباب فين كاين بالضبط. انا فاش طلعت قلت لديك صاحبتي راه ديك خيتي جايه لعندك، واخا عرفتي شنو دخلي للطواليت وسدي عليك. غير انا دخلت هي دقات قالت لي راني كنسول على ياقوت. شكون ياقوت؟ وراتها تصويرتي. اه كنعرفها ولكن راه ما جاتش عندي، مشات فحالها. تلقات بيا في الزنقه وشدتني من شعري وقالت لي راني عيطت لك على البوليس، ها هما جايين حيت سرقتي لي 2500 درهم وخاتم ديال الذهب يدير 3000 درهم زائد التليفون ديالي اللي في الاصل كانت عطاتو ليا، ولكن ما عمرني سرقت لها شي حاجه.
جاو فعلا البوليس وداوني للكوميسارية وبداو كيستوجبوني مع بزاف ديال التفاصيل. غادي نخرج بالتنازل ديالها واخا ما درت لها حتى شي حاجه، بشرط انها دارت ليا بلي انها كتسالني، وغادي نمشي نخدم في السونتر دابيل وخلصت لها فلوسها كاملين اللي اصلا ما كانتش كتسالهم ليا وغير نصبات عليا. مشيت كريت انا وواحد البنت اللي كانت حتى هي خدامه معايا، ولكن في واحد اللحظه غادي يسدو وانا غادي نرجع نخدم في نفس القضيه ديال النصب. وهي بدات تسولني منين كتجيبي الفلوس، عند بالها بلي انني كندير شي حاجه اللي هي خايبه. حتى شرحت ليها واحد الليله كنت راجعه نيت من هاد الخدمه ديال النصب لابسه مزيانه ومقاده، ومشيت لراس الدرب تنقلب على شي بزنس تما اللي يعطيني باش نكمي عزاكم الله. بقاو كيشوفوا فيا، جاتهم غريبه انني بهاد اللباس وهاد الهيئه، وكنبان شكون وشكون وجايه كنطلب هاد الشيء. واحد الشاب وسط منهم غادي يعطيه ليا بالنفخه. ومن بعد مشيت شي ايام من بعد كنت واقفه حتى غادي يجي هذاك الشخص اللي هو عطاني. بدينا كنجمعوا وعرفت بلي انه ما خدامش وعايش مع دارهم. داس ما بيناتنا شي مشاعر وبدا كيسول فيا، وهنا غادي ندخلوا في علاقه، وهذه غادي تكون اول مره غادي نعرف شي واحد. انا هنا غادي نحبس من النصب، وصاحبتي جلست من الخدمه وما كاينش باش نخلصوا الكرا. قلت لها هاد الخليل ديالي وبلي ان هاد صاحبتي غادي تمشي في حالها، ما خلانيش نمشي معاها، وغادي يهز السوارت نتاع دار جداه اللي خاويه، وانا فرحانه حيت غادي يديني ليها وبعت تليفونه باش يقدر يصرف عليا. فاش وصلنا جارت جداه عيطات ليها وقالت ليها واش نتي في دارك، راني كنسمع تقرقيب تما. غادي يبان لهم بلي انا والخليل ديالي ما كاينش عندهم في الدار، وفهموا بلي انا هو مول الفعله. هزيت حوايجي عاوتاني وداني الطوموبيل ديال صاحبو، واحد ليركات اللي كانت واكله الدق وكاع الاعاصير دايزين عليها وحالتها بالحشرات من الداخل. حاولت نقيها ولكن بعدا على الاقل لقيت فين نولي نبات. وحيتاش قلبت على خدمه ولقيتها غادي نولي ندوز النهار كامل في الخدمه، وبلي راه كنجي كنبات تما. هو مسكين كان كيجيب كرسي كيحطو حدا ديك الطوموبيل وكيبقى عاس عليا بالليل كامل، حيتاش بالنهار كيقيل نعس مع انا ذاك ما كانش خدام. هادشي دام لمده شهر. لما كانت كطيح الشتا ويقطر عليا داك السقف كنت كنبات في الدروج ديال سطحهم ومرت بزاف. المهم تفاصيل كثيره من معاناتي الى ما اخره. واحد الليله الخليل ديالي غادي يعيطوا عليه دارهم وقالوا لي بلي انا وحنا راه غادي نمشيو نباتوا عند خالتك، وراه باه اصلا هو كيخدم بالليل يعني ما تيكونش في الدار. قال لي يلا نمشيو للدار دوشي بميها سخونه مع انا ذاك مرض، ومنها ترتاحي واحد شويه. يلا دوشت وجلست وكليت واحد البيضه، وجبا كيدق في الباب. شاف الباب ما بغاش يتحل وكيسمع بلي انه كاين الحس، وكان عند باله بلي انه راه كاين شي شفار غادي يفرح ليا الباب وغادي يلقاني جالسه. شنو كديري يا بنتي هنا؟ راني جيت مع فلان الله يرحم لك الوالدين، خرجي عليا عمرني ما نشوفك هنا. خرجت بطبيعه الحال كنبكي وما رضيتش وما عاجبنيش الحال، حتى اذا كانت غادي تكون ما بيناتنا شي حاجه انا وهذا الشاب من بعد فراني خسرت صورتي مع والديه. من بعد يومين غادي تعيط ليه امه وسولاته مالك وشكون ديك البنت. قال لها ماما ديك البنت راه يتيمه وبغيتها، وكون كانت ميسره ليا القضيه كنت زوجت بها. قالتها لباه، باه غادي يعيط ليه وسولو واش بغيتيها المعقول. اه بغيتها، اذا بغيتيها جمعوا الوراق تزوجوا، والبيت اللي خاوي عندنا في الدار عيش فيه انت وياها وسرها، وانا راني غادي نشوف مع عمك يلقى لك شي خدمه. فعلا غادي يلقى لي عمو خدمه، وانا مو عرضت عليا العشاء ورحبات بيا وكبرات بيا، ومشيت نعس مع جداه بيد ما توجد الامور. كنت كنتسناهم يعاملوني خايب حيتاش ما عندي حتى شي حد وما عارفينش عائلتي ولا حتى الماضي ديالي، لكن الحمد لله انه كان كل شيء عكس التوقعات ديالي. جداه لحت لي كاع حوايجي وشرت لي حوايج جداد وتهلات فيا، عيطت معاهم وتعيطوا عليا غير بمرت فلان مرت فلان. بنت خالته تهلات فيا حتى هي وداتني الكوافيره وقادت لي شعري. من بعد غادي يخرجوا لنا الاوراق وتزوجنا، وخدمت من بعد ما حبست، ولكن حيت جاني فقر الدم حبست وهو غادي يدفع في واحد الدار اللي خرجت ليه. وقدرنا اليوم نتجمعوا من تحت سقف واحد. عائلته صراحه الله يعمرها دار، عودوني على بزاف ديال الحوايج. واحد النهار تشفر ليا تليفوني فاش مشيت نديكلاري غادي يشدوني على ودي دوك الشيكات اللي كانوا تدفعوا شحال هذه في 2016. في 2021 عاد غادي يبانو. شديت عند البوليس ودوزت 48 ساعه اللي كانت كارثيه. بابا تراجلي مسكين هو اللي غادي يجمع ليا الفلوس، كل واحد من العائله غادي يعطي واحد القدر منهم باش انني نخرج. وخرجت الحمد لله وعمر شي حد ما عاتبني. غادي نجلس في الدار وما قدرتش نخرج، مع جاني فقر الدم حاد وطحت في الفراش، ولقيت الوالدين نتاع راجلي اللي عوضوني على الوالدين اللي بحاله ما عنديش. بابا مات
وماما ما بقيش كنشوفها، واختي نهار وقع لي المشكل ديال الشيكات ما عقلاتش عليا، علما انه لو كان عاوناتني ما عندها فين تبان لي هذيك لاصوم، بحال شي واحد عنده 1000 درهم وغادي يخرج منها 20 درهم ما غادي يضرها حتى شي حاجه. دوات لي وقالت لي ما تبقايش تعيطي عليا. اما داك اللي كان كيقرقبني عمرني ما نسمح لي حياتي كامله حتى ظلمني، وهو السبب انني خرجت من ديك الدار وما بقاتش عندي عائله. انا اليوم 4 سنين باش مزوجه ولله الحمد براجلي، من نهار تزوجت كنأكد لكم بلي انني حبست كل شيء، خمر تدخين واي حاجه من هذا القبيل، ولله الحمد وليت كنصلي وليت كنقرا القران ديالي وصلحت علاقتي بمولانا، وخم ديما كنربي في قلبي، واكيد البركه اللي خلى ليا بابا اولا الورث اللي خلى ليا اللي كان غادي يعيشني ملكه ما خديتوش حيتاش ما عطاوش ليا ولادو. من حكايتي اللي شاركتكم اليوم رسالتي للبنات هي كالتالي. بون لا نقدر نقول في هاد ليكسبيرونس اللي دوز، اول حاجه اللي حداه والدي اللي حداه ماما يبروفيتي ولي يستغل هذاك الوقت اللي ماما حداه ولا والدي حداه ولا خوه ولا بينو الناس اللي كتبغيو انكم كتبغيو تعلموا تقولوا لباباك وماماك تقولوا لهم كنبغيكم. البروبليم عندك شي تحسوا تعلموا تقولوا لوالديكم اه ماما انا كنبغيك ولا بابا انا كنبغيك. عندكم دور اسيت انكم تدوسوا معاهم اطول وقت، واحد طيجي واحد النهار غادي تقدروا تغلبوا الضغوط تاعكم على اليمين وعلى الشمال ما غاديش تبقاو ديك الساعه غادي يجي واحد الندم اللي كبير بزاف. ثاني حاجه شفتوا بنات اقراو 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 حيت القرايه غادي تخليك توصلي لواحد المنصب اللي زوين، وهذاك المنصب ولا هذيك الخدمه اللي زوينه ترى شي نهار جا شي مشكل ولا جات شي افات في الدنيا ولا شي حاجه بحال هكا كتلقاي راسك ان عندك خدمتك بعدا اللي غتعاونك انك تعيشي مزيان تكملي حياتك عادي بلا ما تحتاجي حتى شي واحد بلا ما تمشي تلبى شي واحد. ما عندكش فين تباتي، خصك تباتي عند دا خصك الله يحملك الوالدين تاعها. ما يمكنش غادي تبقاي تلبى حياتك، غادي يشدك نهار ما يشدك شي ما يشدك 3 ايام. عمر ما انتي تبغي تخرجي من داركم زعما على ود شي واحد ولا على ود شي حاجه ولا صافي تخسبتي مع داركم تجي تخرجي تقولي راه غادي نمشي غنعيش راسي غنزقارة. انا ما خرجتش حيت بغيت باسكو انا ميمكنش كان غادي نخلي ماما، ولكن عمركم تخليو داركم على ود شي واحد، خصوصا البنات دابا اللي ولاو كيمشيو كيهربوا من ديورهم على ود صاحب ولا على ود، راه هذاك ما غاديش يهزك، راه ما غاديش يعقل عليك، راه ما غاديش يعيشك بحال اللي كنتي عايشه مع والديك. شي واحد ما غيبغي لك الخير مع والديك من غير والدي، ما تخليوش والديكم على ود شي حاجه. هذاك يقدر يخليك غتلقاي راسك في الزنقه تبغي ترجع للدار والديك ما يبغيش يرجعو الزنقه ما فاهمي دار الزنقه خيبه، غتلقاي راسك بوحدك غادي تخسري حياتك على والو. هذا سي اون بارونتيز، اما انا راه ما خرجتش حيت بغيت، انا ميمكنش كنخلي ماما وكنخلي حياتي وغنخلي على ود اي حاجه وما جراو عليا. مي هذا غير بغيت نصح الناس انه اللي سخن على راسها وبغات تخرج الزنقه ايفيتي، هذاك غير يخليك لك تغربه مع صاحب باكسون، هذا راه غير يسمح فيك غير يخليك رجع لدارهم باسكو هو راه راجل تيوليك ما يبغيش يرجعوك غير يخربو تبيا مشي فتحها ولا شي حاجه خرجتي سير الله يعاون. الحاجه الاخرى اللي بغيت نوصي بها لا كونفيونس، الثقه ما كاينش هذه صاحبتي تنثق فيها هذا خالتي هذه ما كاينش الثقه، ما تثقي في شي واحد، ثقي في راسك قري على راسك صلي على راسك صلا 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 وسد ربي ما عمركم تنساو هذا سد ربي هو اللي غيحل لكم بزاف ديال البيبان. ما تثقي في شي واحد باش شي حاجه اختي حل لي السجاده ديالك وصلي. انا رجعت الحمد لله كنصلي سيدي ربي بعدا هو الاول صلا والديكم ما تفرطوش فيهم تهلاو فيهم قولوا لوالديكم كنبغيكم تخرجوش من داركم على ود اي حاجه. قرايتكم قرايه 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 و ما كاينش الثقه. وهذه هي حكايتي من نهار تزادي تحت لدابا، وهذه هي كانت حكايه ياقوت. ياقوت طلبتي مني الراي ديالك في القصه ديالك واللي صراحه ما لقيتش عليه كلام اللي يقدر يخرج من قلبي من غير وكم انا فخوره بك يا ياقوت. كنعشق هذا الاسم وللعلم فرا اسمها الحقيقي. اللي عجبني في هذه القصه انه ياقوت تخبطات مع الحياه وعيات فيها انها تخرجها لطريق الفساد بشتى الطرق، ورغم الاخطاء اللي دات حسيت بها بلي انها كانت كتقول
الا هاد الطريق. شكرا حيتاش بحثتي لينا بالصغيره والكبيره في هاد الحكايه. شكرا حيتاش بينتي لنا بلي انه ورغم الظروف اللي كيعيشهم الانسان عمر طريق الفساد ما كانت هي الحل. ايضا ما ننساش شكرا لهذا الشخص لهذا الرجل الشهم وعائلته المتخلقه، لانه ما قالوش ليه لا باش انه يتزوج بيك ولا كرفسوك، وحتى هو ما كرفسكش وزاد في حاله. وهذا اكبر دليل على انه ربي كيبغيك لانه عوضك عوض جميل. فالحمد لله على النهايه ديال القصه ديالك اللي كان عندي واحد اليقين انها غادي تكون ايجابيه سبحان الله. فهذه هي كانت حكايه الياقوت، كنتمنى انكم تخلوا لها تعليق جميله تبهج الروح ديالها، لانه البارح فرحات بالجزء الاول بقصتها، فكنتمنى انكم تخلوا لها كلام جميل لهذا الجزء الاخير وتدعوا معها. دمتم في رعايه الله وحفظه، تلاقوا بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.